في عام 2017 كنت أنا كتبت تغريدة عن مبادرة خير السعودية، وكانت هذه التغريدة في شهر رمضان، وكنت أطلب في التغريدة هذه دعم الشركات بسبب موقف معين. فعلاً كتبت التغريدة وما أعطيتها بال بصراحة، وصليت رحت أصلي التراويح. لما رجعت كان جوالي رسائل، يعني جوالي كان في تنبيه تويتر، وكان التنبيه مستمر بشكل أنا بالنسبة لي أربكني، إنه خفت إنه صار شيء أو تهكر الحساب أو ما إليه. فلما دخلت لقيت إنه رئيس شركة السي سي عمل لي منشن على هذه التغريدة، وقال إنه إحنا حنطلق برنامج، وهذا البرنامج يهتم بالمجتمع وتحقيق أمنيات الشباب اللي عندهم مبادرات. فناداني وقال لي: أماني، أنا أبغى أغير المسؤولية الاجتماعية، وشعرت أنه أنت عندك شيء كبير ممكن تقدمي. هو تلمس هذا الشيء من كلامي. قلت له: والله طال عمرك، أنا لا أؤمن بالمدرسة المعروفة في المسؤولية الاجتماعية، أنا لا أؤمن أنه المسؤولية الاجتماعية تكون تحت العلاقات العامة. أعجب الدكتور خالد بهذا الشيء، وقال لي: أنا واثق أنه هذا المشروع حينجح. السواد الأعظم يعتقد أنه المسؤولية الاجتماعية فقط أنه أنا أعطي مبالغ معينة للجمعيات وانتهى الموضوع. لا لا، المسؤولية الاجتماعية هي التزام بما تخلفه الشركات من ضرر على البيئة أو في أعمالها أو على المجتمع، بحكم أن المجتمع هذا اليوم هو عميل، هو صاحب مصلحة، هو مستثمر، أو فئات أقل حظ إحنا نسميها. في كثير شركات لأنها هي متسارعة في النمو، ويمكن هذا اللي يحصل عندنا اليوم في المملكة العربية السعودية. إحنا اليوم في المملكة بنعدد مصادر الدخل، وحنعتمد على الشركات والتوسع في الاستثمارات أو على القطاع الخاص بشكل مرة كبير، فهذا النمو طبيعي حيترك فئة أقل حظ في الخلف. فاليوم اللي أنا كنت أشتغل فيه في الشركة إيش، وحتى أنا كنت لما أتكلم مع القادة أقول لهم: مش بس أنت تمسك أجندة الأعمال أو تهتم بالبيئة، كمان لا تنسى المجتمع اللي خلفك اللي ممكن تتركه هذه الشركة في أثناء نموها أو خطواتها المتسارعة. فالمسؤولية الاجتماعية هي الالتزام. بدأت خير السعودية، بدأتها من خلال المجتمع، خاطبت فيها المجتمع، خاطبت فيها قضية معينة اليوم موجودة عندنا اللي هي قضية الناس الأقل حظاً، وأساساً وجود هذه الفئة في المجتمع هي دليل على سلامة المجتمع. أي مجتمع أساساً موجود فيه التفاوت هذا، المشكلة لما ما يكون عندنا برامج، المشكلة لما ما يكون عندنا تكافل، لكن وجود في الفئات هذه طبيعي. هذا اللي أنا كنت أبغى أوصله للمجتمع، طبيعي أنه الفئة القادرة تطلع من بيتها وتبدأ تؤدي نشاطات ما لها مقابل. طبيعي أنه أنا بدل ما أروح الصباح الشغل ممكن في يوم أخذ 5 أيام إجازة عشان أنا والله أطلع الأحساء وأعيش مع الناس الحرفيين، أو أروح العلا وأعيش في المزارع مع النساء اللي بيعملوا زيت المورينجا مثلاً. أنا هذه الأفكار اللي، أو أعيش ل3 أيام في جبال فيفا ما بين الأسر اللي قاعدة تعمل القهوة. أنا في النهاية كذا مكنت، مش بس أعطيت وما إليه. هنا يعني بدأت خير السعودية كسمة تثبت في عقول الناس أو تعرف. فجتني مكالمة، كلمتني الدكتورة آمان، كانت هي وقتها في مركز الحوار الوطني أعتقد، فقالت لي: أماني، في جائزة للنساء، في جائزة للنساء القياديات في العمل التنموي. وبصراحة أنا أقول حرام أنه أنت ما تقدمي، خاصة أنه لك جهد وتأثير مرة كبير في المجتمع. وفزت بجائزة الأمير محمد بن فهد للنساء القياديات في العمل التنموي.